ومن الرياض ننتقل مباشرة للزميلة مشاعل السعد من أمام جبل الرحمة. مساك الله بالخير يا مشاعل، أشوفك ما شاء الله شايل المظلة، عسى جاتكم أمطار. مساء النور عبد العزيز، الامطار ان شاء الله جايه، في سحب وكذا، يعني ان شاء الله خلال اليوم سوف يعني حتجينا امطار كذا، امطار رحمه باذن الله. موجودين احنا في مشعر عرفات، التجهيز طبعا وصول الحجاج من صباح اليوم، استقروا في مخيماتهم. لكن عبد العزيز خلينا نتكلم اكثر على المخيمات في عرفات وتحديدا تجهيزها، وهذه السنه ايضا تم ادخال بعض الخدمات الجديده لاول مره في مشعر عرفات، لكن نعرفها اكثر. خلينا نستقبل معنا المهندس طارق حريري، مدير مشروع المخيمات، تجهيز المخيمات في عرفات. مهندس طارق، خبرنا أول شيء التجهيزات هذه السنة، إيش الجديد، إيش اللي تم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه السنة في ظل الحج الاستثنائي وظل اقتصار الحج على المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وهم بعدد إجمالي 60,000 حاج يمثلون 150 دولة. طبعا كلنا عارفين أنه الحج في هذه السنين يجي في موسم الصيف، فموسم الصيف يضطر أنه احنا نرفع من القدرة الكهربائية في مشعر عرفات، وأيضا لرفع القدرة التكييف. فهذا الموسم بفضل الله تعالى وحمده أنه قدرنا ندخل 142 محول كهربائي بطاقة 142 ميجا للطاقة الكهربائية لتزويد المخيمات، و50,000 طن تبريد أيضا، وتجهيزات بمساحة 300,000 متر مربع لإسكان المخيمات، إسكان الحجاج. طب إذا بغينا نتكلم مثلا في ظل الظروف الاستثنائية، المخيمات كيف تم تقسيم أعداد الحجاج فيها؟ تمام. طبعا زي ما قلت قبل شوية أنه عدد الحجاج هو 60,000 حاج. طبعا في ظل الظروف الاستثنائية والاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة في ظل الحج الاستثنائي، فأعطي كل حاج مساحة 5 متر مربع. المساحة 5 متر مربع هذه توازي تقريبا مع 60,000 حاج 300,000 حاج، فاقتصر الحاج على 5 متر مربع، وبحد أقصى في الخيمة 50 حاجي في 250 متر. لاحظنا وجود متطوعين مثلا، إذا كانت مع الجهات المختلفة، إن كانت وزارة الصحة أو حتى هيئة الهلال الأحمر، هل في وجود المتطوعين معاكم في يعني في المشاريع؟ تمام. فيما يخصنا في ظل المشاريع الهندسيه، طبعا كان في معانا متطوعين، طلاب من جامعه الام القرى في كليه الهندسه كانوا معانا متطوعين، استفادوا من التجربه العظيمه هذه في تجهيز المخيمات والمشروع الضخم في هذا العام. وكان برضو معانا متطوعين من المجلس التنسيقي من شباب مكه المتعاونين معانا في ظل تقديم الخدمات وفي ظل اعداد التقارير وكل ما يتعلق بالمشاريع الهندسيه. شكرا جزيلا. الله يحييك، هلا وسهلا، مرحبا بكم. اذا عبد العزيز واعزائي المشاهدين، هناك يعني كل سنه نرى التحديث والتطور وتطوير للمخيمات ولمساكن الحجاج لخدمتهم بشكل افضل، وجود كبير للمتطوعين، وجود كبير للراغبين بخدمه ضيوف الرحمن. مثل ما تشوفوا خلفي بدا توافد الحجاج لجبل الرحمه للدعاء، و يعني للدعاء والطلب وطلب من الله كل ما يتمنوه. فهذا المنظر العظيم، المشهد الجميل الذي نراه الآن، شيء يطمن القلب. أيضا كما ترى يوجد رذاذات للمياه لتخفيف الحرارة، ويعني إن شاء الله خلال الساعات القادمة أمطار الرحمة سوف تهطل علينا بحسب الأخبار التي جتنا. إن شاء الله تجيكم هالأمطار، وربي يتقبل من الحجاج حجهم ومن كل المسلمين طاعتهم في هذا اليوم العظيم. شكرا لك مشاعل، شكرا أيضا للمهندس طارق على وضعنا أيضا في هذه الصورة الجميلة للاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لاستقبال حجاج بيت الحرام. المشاعر المقدسة مشاهدينا هي الأماكن التي يقضي فيها حجاج بيت الله الحرام أياما معدودة لأداء مناسك الحج.